مش بحاجة لزيارة هوكشتاين حتى يتأثر حراك لودريان. حراك لودريان تأثر بمجموعة عقبات، منها بعض العثرات الفرنسية التي وضعها الفرنسيون أمامه. مثل شو؟ يعني سواء الطروحات اللي طرحوها قبل والتمسك والإصرار عليها، فيما بعد الذهاب إلى اجتماع الدوحة والذي تم فيه عمليا تنفيس المبادرة الفرنسية. البيان الذي صدر لا يشير إلى أي تقاطع مع المسعى الفرنسي، إنما يشير إلى التقاطع ما بين المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية وقطر. وبالتالي هذه عثرة جديدة، بالإضافة إلى آخر فاول ارتكب له علاقة بالرسالة التي وجهت. هلأ هون منفوت على كثير من السجلات وكثير من التضارب. البعض يقول أن الفرنسيين كانوا قد نسقوا ذلك مع الكتل النيابية. مع الكتل النيابية التي لاحقا عادت واعترضت. إذا هذا كان فعلا صار، بتكون فرنسا وقعت بالخطأ نفسه للمرة العاشرة منذ 2020 لليوم، وظهرت مجددا أنها أم لا تعرف أبنائها بكل الأحوال. منروح على لنرجع يعني أكترون. إذن تحدثت عن أنه هي أساسا تعثرت هذه المهمة اللي عم بيقوم فيها لودريان، لأنه في عدة عقبات وضعوها الفرنسيين بوجه هن بطريقهم، إن كان بما ما كان ما دعم لسليمان فرنجي رئيس تيار المرضى، وإن كان عبر الرسالة اللي وجهها لودريان إلى الكتل النيابية والنواب، واللي اليوم عم ينحكى أنه خلال كم يوم أو خلال هاي أسبوع واحد ممكن تكون الأجوبة صارت بالسفارة الفرنسية من قبل البعض. في كتل ما جاوبت. إيه في كتل رفضت، ولكن صحيح. ما تبقى، وحتى يقال إنه في بعض الكتل ربما أجابت على هذه. في بعض الكتل أجابت. عن لودريان. طب اليوم هل صحيح إنه لودريان يتحرك وحيدا في ما يقوم به بعيدا عن ما اتفق عليه في الاجتماع الأخير في الدوحة؟ وهل صحيح إنه هناك امتعاض من قبل اللجنة، يعني هن خمس لجنة خماسية الرباعية ممتعضة من لودريان اليوم؟ ما بعرف إذا في امتعاض أو ما في امتعاض، ولكن الأكيد أن الحركة التي استمر بها لودريان لا تتوافق مع مندرجات أو مقررات البيان الذي صدر. حركة الرسالة في مكان ما، حتى الحوار، لأنه إذا متذكر كان هناك رفض للحوار وتأكيد على أن الأولوية هي الانتخاب رئيس للجمهورية وهو الذي يقود الحوار فيما بعد. لودريان رجع لصيغة الحوار المطروحة من قبل الفرنسيين. على هذا الأساس منح بما معناه الفرصة الأخيرة لاستكمال هذا المسعى، المهمة التي بدأها، لأنه الشهر اللي جاي هو بعد بتشرين سيلتحق بعمله الجديد كرئيسا لتطوير العلا. نعم. طيب، ولكن السعودية كان موقفها واضح بأنه خلال الاجتماع، يعني هناك مصدر دبلوماسي كان قد أعلم قناة الجديد بأنه خلال اجتماع اللجنة الخماسية تم الاتفاق، لأنه في رفض من قبل الكتل السياسية والمكونات السياسية في لبنان بمعظمها للذهاب إلى طاولة حوار، وكان دعا إلى أكثر من مرة الرئيس نبيه بري، تم التوصل إلى صيغة طاولة عمل تابل دو ترافاي. فعلى أساس اقترح الفرنسيون هذه الفرنسيون، ولم يوافق عليها مصر وأمريكا والسعودية وقطر. اللي بعرفه أنا طرح الفرنسيون مسألة الحوار في الاجتماع الخماسي. بمسألة الحوار جاء الرد على أن الأولوية هي الانتخاب رئيس للجمهورية وهذا الرئيس هو الذي يقود الحوار، وإذا فدتنا بحوار هلأ ستطرح الكثير من الملفات بما فيها تعديل الدستور وتغيير الدستور وربما المس بالطائف وربما الذهاب إلى أماكن أخرى غير قادر لبنان على مواكبتها أو على الدخول في نقاش حول حاليا. لذلك لابد من الذهاب إلى الاتفاق على آلية لانتخاب الرئيس. أوكي؟ بعد منا إجا لودريان على لبنان، وفي لبنان طرح مسألة أو فكرة طاولة العمل. بعد رفض مسألة الحوار أو تسمية طاولة الحوار قال انه هو عامل مواعيد مع اللبنانيين ومفروض يرجع، ورح يرجع على اساس انه البحث عن صيغه للتواصل فيما بينهم في سبيل الوصول الى انتخاب رئيس. نعم. اوكي. فقيل له بحسب برجع بقول لك المعلومات انه كفي مواعيدك اللي انت عاملها بناء على التنسيق احنا وياك.
ما بعتقد انه اللي تكفى هو مبني على اسس التنسيق. ليش؟ لانه شو يعني طاوله عمل؟ يعني طاوله حوار، هكذا يفسرها البعض، ولذلك رفضت من قبل كتل نيابيه متعدده، ولذلك نرى هذا التعثر مجددا. طيب، يعني مهمه لودريان في ايلول سياتي في 17 ايلول او بعد منتصف ايلول الى لبنان، شو جاي يعمل لودريان اذا هذه العثرات كلها موجوده بطريقه وما في حوار، ما في يعني استعداد لبناني للذهاب الى طاوله حوار؟ هي الفرصة الأخيرة، هناك اتصالات تجري في محاولة لإعادة إقناع بعض القوى للمشاركة باللقاءات الثنائية أو مشروع العمل، ورشة العمل بديك أسمي. بس بعتقد أنه قبل 17 أيلول قد يعقد اجتماع بين مسؤولين، ربما وزارة الخارجية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، على غرار الاجتماع الذي عقد في نيويورك السنة الماضية وخرج عنه بيان ثلاثي أمريكا السعودية وفرنسا. بحال حصل ذلك يمكن أن يعطي مؤشرا حول الحركة التي سيتحرك بموجبها لودريان. بكل الأحوال في الداخل لم يعد هناك من تعويل أساسي لدى قوى مختلفة على الحركة الفرنسية، وأنه ما بعد الحركة الفرنسية لابد من أن يحصل تحرك آخر من قبل الدول الخمس أو من قبل الرباعية اللي طالعة من قصة الخماسية، اللي هن مصر وقطر والسعودية والولايات المتحدة تماما وفرنسا طبعا، فرنسا هي الخامسة. نعم. وبالتالي ممكن لهذا التحرك أن يخلق ديناميكية جديدة مزودة بالمزيد من الضغوط على القوى اللبنانية للوصول إلى نوع من التسوية أو من التفاهم أو من التقاطع لإنجاز الاستحقاق. نعم. التيار الوطني الحر وحزب الله سبقوا أي حوار ممكن كان أن يعقد في أيلول، وبدأوا حوار الثنائي على الهامش، وقيل أنه حتى الساعة يبدو أن هناك بوادر إيجابية من هذا الحوار. هل لديك معلومات عما يجري بين حزب الله والتيار الوطني الحر في هذه المرحلة، لاسيما أنه التيار قدم ورقة شروط كان عم يدرسها حزب الله؟ بحسب المعلومات، أنه طبعا قبل ما نفوت بالمعلومات، هي الحركة السياسية الوحيدة اللي عم بتصير على الساحة ممكن أنه تغير شيء. يعني أي اتفاق بين الطرفين خلص بغير المعادلة. يعني اليوم إذا التيار الوطني الحر قرر يوافق على انتخاب رئيس تيار المرادة بتتغير كل الوقائع. هو يشترط لذلك الموافقة على مشروعين، الصندوق المالي الائتماني واللامركزية المالية الإدارية الموسعة واللي فيها بعض الصلاحيات المالية. هون صار الحوار بين الحزب والتيار الوطني الحر. قدم التيار الوطني الحر ورقة، تم الرد عليها بالإيجاب من حيث المبدأ، ولكن طبعا هذا النوع من المشاريع يحتاج إلى نقاش مفصل، يحتاج إلى الدخول في الكثير من التفاصيل، وهذه تحتاج إلى وقت لحتى تقدري توصلي لنتيجة. وين صار الحوار؟ ما بعرف، هودي اللي بعرفهم لحد هون. هل يمكن لذلك أن يؤدي إلى إقرار هذين المشروعين؟ المسألة لا ترتبط بالحزب فقط، المسألة ترتبط بموافقة طبعا رئيس مجلس النواب والقوى الأخرى. رئيس مجلس النواب سيدرس، حتما سيكون لديه الكثير من ربما الملاحظات، من الاعتراضات، من التعديلات. أيضا هذا بيكون عم ياخذك لحتى تكسب، مش تكسب، تضيع المزيد من الوقت. هناك من يربط ذلك بأن رئيس تيار الوطني الحر يراهن على هذا النوع لحصول متغيرين، إما المتغير الأول خارجي يفرض تسوية على شخصية وسطية، أو المتغير الثاني انقضاء ولاية قائد الجيش بمنصبه بحيث لا يصبح مخيرا بين خيارين، سليمان فرنجية من جهة أو قائد الجيش من جهة أخرى.